بهذا الأمن والأمان بفضل دعم ومساندة عيال زايد، بفضل وقوفهم الثابت معنا. فلذلك أنا باسمكم باسم كل المواطنين في حضرموت أقدم الشكر مجددا لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة رئيس الدولة، الشيخ محمد بن زايد، الشيخ محمد بن راشد، ولجميع شيوخ دولة الإمارات العربية المتحدة. إمارات الخير ما قصرت يعني بكل شيء في حضرموت بالذات وفي الجنوب عامة.